يعني صدق والله العظيم يعني ما راح أجي موقف التسجيل أو تصوير. لا لا شنو تصوير أو تسجيل ممنوع. تصوير؟ الله والله ما في تصوير. والله ما إن شاء الله بينا بس أنا وياك. ان شاء الله بس بيناتنا يا شبيش خايف. طيب هي مو قصة خوف بس يعني ما اقدر اقبلها لان والله العظيم مخطوبة يعني تدري بياي مخطوبة وقلت لك عليها زين يعني شلون وي واحد ثاني قبله يعني استاذ تقبلها انت؟ استاذ هي من ورا من ورا يعني مو راح تدنالي وما راح تدنالي لما راح تسويها من ورا. يعني شلون اخلي بس حاكيني وانا ما حد مدنيني غيره وهو نايم نايم ونايم ورجليه بالشمس زين وثاق بيه. لا بيمارس الجنس داخل مكتبه في الجامعة وكان حاطط في مكتبه كاميرات في كل مكان. بعد كده كان بيبعت لهم الصور دي ويبتزهم. 1232 طالبة بيمارس معهم الجنس في مكتبه. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فعلها لن تفيد وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي هزت مش الدولة اللي تمت العالم العربي كله. عميد كلية مش أي كلية، كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، أستاذ دكتور وصل لمنصب إنه هو يكون عميد أكبر جامعة أو أكبر كلية وفي نفس الوقت تكنولوجيا المعلومات والحاسوب اللي هو المستقبل كله. الدكتور عماد شعلان الشاوي، الدكتور عماد شعلان الشاوي أستاذ دكتور متفوق في مجال عمله من أيام ما كان معيد حتى رقي إلى درجة عميد كلية. طبعا عميد كلية حاسبات وتكنولوجيا المعلومات له صور مع كل الساسة في الدولة وتم تكريمه أكثر من مرة من منظمات عالمية ومن دول نظرا لمجهوده البحثي والعلمي. تماله الدكتور عماد الشاوي أو عماد شعلان الشاوي مرة واحدة فوجئنا بفيديوهات وصور ليه بيمارس الجنس داخل مكتبه في الجامعة. تخيلوا الجامعة ده محراب علم، الجامعة دي محراب علم ومكتبه الفخم قوي. شوف صورته وقاعد على المكتب، ولا مكتب وزير وعميد كلية، ما هو صراحة ورغم سنه ومكانته العلمية انتشرت ليه فيديوهات على كل شبكات التواصل الاجتماعي وهو بيبتز البنات ومصورهم وبيمارس معاهم على الكراسي اللي بيعمل فيها اجتماعات مع اعضاء هيئه التدريس. تخيلوا الفوتيه وكراسي الصالون او الكراسي بتاع المكتب بيمارس عليها الجنس مع الطالبات في مكتبه. طب الصور دي نزلت ازاي ووصلت للسوشيال ميديا ازاي والدكتور ده والاستاذ الدكتور ده وضعه ازاي دلوقتي؟ تعال نحكي الموضوع. الموضوع انه بحكم منصبه كعميد لكلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في بعض الطالبات كانوا بيدخلوا له عايزين ان هو يساعدهم في الامتحانات وان هم المنهج صعب ومش قادرين نفهم وهنصت يا دكتور، فكان الدكتور يقول لهم طيب
تعالوا لي من الساعه كذا للساعه كذا، ويدي لكل بنت ميعاد غير التانية. ومجرد ما ادخل مكتبه يرن الجرس يخلي مدير مكتبه ما تدخليش حد. وكان حاطط في مكتبه كاميرات في كل مكان، ده عميد الكليه، كاميرات سريه حاططهم. وهقول لكم ليه بقى كده. بيقول للبنت وش عايزه تنجحي، وهقول لك على اسئله، تجرد من ملابسك واقعدي على الفوتيه ده او الشيزلونج ده. بعض الفتيات كانوا بيوافقوا في حين كان على وعد ان هو مش هيفض بكرته. بعد كده كان بيبعت لهم الصور دي ويبتزهم، انت عشان نجحتي ولا عشان عرضتك الأسئلة ولا عشان صححت لك الامتحان، هي مرة وعدت؟ لا تعاليلي. حتى بعض الطلبة اللي اتخرجوا من الجامعة كان بيبتزهم ويخليهم يجيلوا تاني، مرة في بيته ومرة في الشاليه بتاعه ومرة في مكتبه، وكان بيمارس معهم وما كانش فيه بنت تقدر تقوله لا. بلغ عدد الفيديوهات كان بقى اللي عنده عميد كلية 1232 طالبة، 1232 طالبة من فجره وجاب دفع عن تلي المحلة بالنسبة له قطة. تخيلوا فيديوهات مسجلها على سي دي عنده وعلى هارد عنده في مكتبه، علاقات مع 1232 طالبة، 1232 طالبة بيمارس معاهم الجنس في مكتبه. طب واحد يقول لك هو اللابتوب عطل، تليفونه سرق، حد سرق الهارد؟ ابدا، ولا حد سرق الهارد ولا حد سرق تليفونه ولا حد سرق من عنده اي حاجه. اما انكشف ازاي؟ اقول سبحان الله، اقول لكم انكشف ازاي. ما هو ربنا ده عظيم، ربنا ما بيتغلبش جل شانه، يمهل ولا يهمل. بنت اتصلت بيا، دكتور انا مش فاهمه حاجه ومش عارف حاجه، تعالي لي المكتب. فراح المكتب قال لها اخلع البلوزة وانا هجيلك وما تخافيش هخليكي بنت زي ما انت. فالبنت في حالة من الانهيار والخوف احسن تسقط، فاضطرت ان هي تسمع كلام. بعد ما اعطاها الامتحان او قال لها خلاص انت هتنجحي، خلاص البنت فوجئت انه بيتصل بيها، تعالي انا عايزك تاني. لا خلاص يا دكتور عيب، راح بعت لها الفيديو. البنت طبعا ده في كلية اسمها ايه، كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وهو أستاذ حاطط كاميرات وكله على اللابتوب وكله ده مش ده الكمبيوتر عنده مش هيعطل ده ولا الهارد هيسرق منه، ده هي دي شغلته. والبنت برضه طالبة في الحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا، يعني واحدة فاهمة. أول ما بعت لها الفيديو على الواتس راحت مطلعاه وراحت عاملة عليه شوية شغل، أخفت وشها وقالت انا هنزل الفيديو ده واخلي امي تلاقي اله الا الله تشوف الدكتور شعلان او الدكتور عماد شعلان، هو مش هيقدر يقول مين البنت دي لانه هو مش هيعرف كم بنت هو بيمارس معاها، وفي نفس الوقت مش هيفضح نفسه وهينكر الفيديو بس انا هفضح. راحت البنت قالت له يا دكتور انا مش جاي، قال لها هنزل لك الفيديو وهفضح وهبعته لاهلك. قالت له حاضر يا دكتور هجيلك، وراحت منزل الفيديو بتاعه. الفيديو واضح جدا، واضح جدا هو بيخلع بنطلون وهو بيمارس معاها الفيديو على عينك يا تاجر، بس هي مخبيه وشها. اول ما الفيديو نزل على السوشيال ميديا فورا رئيس الجامعه، على فكره الموضوع ده في دوله العراق، دوله العراق الشقيقه جامعه البصره، وده عميد كليه الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات جامعه البصره في العراق، على طول رئيس الجامعة صدر قرار بتوقيف عميد الكلية. بعد كده الدولة أصدر قرار بالقبض عليه، تفتيش مكتبه، عثروا على الهارد والفيديوهات بتاع 1232 طالبة، ده اللي موجود في مكتبه. ناهيك بقى على الفيديوهات اللي موجودة من الطلبة اللي كان عنده في الشاليه بتاعه وفي شقيته، كلها مصورة وكلها كاميرات محطوطة في كل جوانب، في الشاليه، في البيت، في مكتبه، في البيت، في الجامعة. دي كان ايه ده؟ ده كان وحش آدمي. مجرد ما تم القبض عليه بقى انهالت البلاغات من طالبات مع وعد بعدم ذكر اسمهم او
ان اهلهم يعرفوا الوزارة الداخلية كل طالبة عمل معها الموقف ده وابتزهم بالصور ييجوا مع وعد لا اهلهم يعرفوا ولا اساميهم هتنزل في المحاضر. انهالت البلاغات والطالبات عليهم بقى وبمواجهة انهار واعترف وقال ايوة انا اللي في الفيديوهات وانا اللي كنت بمارس وانا اللي كنت بصرف بالاسئلة وانا اللي كنت بنجح الطالبات وانا يا جماعة الجنس عندي. اهدى اهدى راجل زي ده بالهيبة دي والمكانة العلمية دي والتكريم اللي كل دول العالم كرمته يبقى زي البلطجية والشباب المراهق بيجيب البنات المكتب ويبتزهم ويصورهم ويرجع بعد كده يهددهم. دول بيربوا أجيال. المشكلة في إحصائية في العراق طلعت إن في المستشفيات وفي الإعلام وفي الجامعات موضوع منتشر جدا، اللي عايزة تشتغل في الإعلام لازم تتنازل جنسيا، اللي عايزة تتعالج في المستشفيات الخمس نجوم لازم تتنازل جنسيا، في الجامعات جنسيا. إيه ده؟ ايه ده ايه اللي بيحصل؟ وفي الاخر نقول احنا متخلفين ليه؟ لما ده عميد كلية لكن انا اقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكرك.